فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو بعض الصحابة لهدم الأصنام خرج منها جن؟ نعم، العزة لما أرسل صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ظهرت عليه عجوز ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور، فضربها وفلق رأسها ثم هدم اللات والعزة. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره على تلك العزة ولا عزة بعدها، يعني شيطان. أنتم لا تظنون أنهم يعبدون الحجارة، إنما يعبدون الشياطين الذين التي تدعوهم إلى عبادة الحجارة، وقد تخاطبهم كما ذكر الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تخاطبهم الشياطين من الضريح أو من الصنم، ويظنون أن هذا هو الصنم وهذا هو الضريح يكلم أو الميت يكلمهم، وهو شيطان ليجري أن يفتنهم بذلك. نعم. وربما يظهر في صورة الميت، الشيطان يظهر في صورة الميت، يقول له وش تبي، وش حاجك، أنا أقضيها لك، وهو شيطان. نعم. نعم.